السلام عليكم، معكم محمد أبو يعلى فاعل جمعوي أمتار. عندنا مشكل في الداخل ديال الأمتار والملعب سالت فيه الأشغال 2014 والأشغال واقفة ما عارفينش لحد الساعة. حنا في 2017 وما بقى لحد الساعة ما عارفينش الأسباب اللي علاش واقفة هذا القسم الداخلي. قال لك المقاول عمل السيزي ولا ما عارفينش شنو الأسباب. كنطلبوا المسؤولين يتدخلوا في أقرب أجل. وهذا المشكل هذا كيتسبب في الهضر المدرسي على القواوي وعندنا التلاميذ كيجيو في 7 كيلومتر على رجلهم، فهمتي؟ كنطلبوا المسؤولين يتدخلوا في اقرب الاجل. انا تلميذ كنقرا اعدادي امتار كامبو، ما عندناش ملي كتجي الاستاذه التربيه بدنيه ما كنجبروش فيها اللعب، مقطع الشتا ما كنجبروش فيها اللعب وكيبقى تما الماء والداخلهم 2014 باقي موجود. المشكل عندنا في الاعداديه امتار ما كاينش الداخل اللي باقي ما تكملش، حيت كان شي مقاول من قبل ومشى له وقال لك ما كملش المهم الاشغال وباقي الملعب ما كاينش بزاف الحالات. المهم هنا خصهم يتكملوا، كنطلبوا المسؤولين يشوفوا حاله المدرسه هذه.